إن جميع شخصيات هذا العرض من نسج الخيال ولا تمت بالواقع بأي صلة وإن تشابهت مع الواقع. تنفيسي هي فشة خلق تعبير عن غضب عايشينه نحن كمجتمع لبناني. المسرحية هي رحلة شعب مقموع من قبل دكتاتور واقف بوجهه، عنده مطالب كتير بسيطة، يعني هي أبسط الحقوق وما عم بيقدر يحققها، فبيقرر إنه يواجه، بيقرر إنه يثور، بس بيلاقي إنه كل محاولات النضال اللي عم يعملها عم تفشل. وعم بيخسر أكتر ما عم بيحقق تغيير، وبيلاقي بعدين حاله عم بيقوم ضد بعضه كشعب، فبالآخر بيلاقي إنه الحل الوحيد هو الهجرة. كان أول نهار عرض، نهار جمعة، وعرضنا المسرحية كانت كتير جيدة، كتير حلوة، بس ما فينا نتعب يا رفاق، كل الناس مليء بجهادنا ضد الفساد. حيطان القصر عالي، مستحيل يفوت صوتنا لجوا. جينا تاني يوم منعرف شي نص ساعة، ساعة قبل العرض، إنه في شي عم بيصير وممكن إنه نحن ما نعرض العرض. كنا متهمين بإنه عم نسيء لجهة معينة. نحن بالبلاي ما جبنا سيرة اسم حدا، نحن عم نقوس على شي نحن مزعوجين منه. أول شي المسرحية هي ارتجالية، ما كان في ناس، يعني تتقدم شعر رقابي لازم يكون في عندك ناس جاهز، ونحن ما كان في هيدا الشي موجود لأنه كانت بإطار وركشوب طلاب. أول شيء أكيد صار في اندفاع من كل الممثلين والمغنيين وهم أفر كان على الستيج عم نجهز حالنا، صار في اندفاع إنه لحقيننا لهون، إنه بدكم ما تخلونا نعبر عن صوتنا، بس نحن بدنا صوتنا يعلى. قررنا نوصل جزء من الشيء اللي نحن محضرينه للناس، وسنس العالم كلها طلعت لبرا، قررنا نستفيد من هالوضع ونطلع الشيء اللي نحن عاملينه لبرا، طلعنا لعند الناس. تفاعل الجمهور معنا كان كتير لذيذ، واللي لاحظناه انه غير الناس اللي كانوا موجودين ليجوا يحضرونا، في ناس على الطريق اكيد وقفت وصارت تحضر. ما هيدي تنفيستنا، يعني انه نحن لا قادرين انه عن جد نحاسب الشخص، ونحن ما قادرين انه عن جد نجيب الشخص ونقول له انه بليز فيك تحسن او فيك تغير. فهو بفضل انه الشعب يضل مخدر وما يوعى وما يسقف حاله، يضل مثل مربط فيه الشعب.